مرة سائقة مغربية تنطلق مع دراجة نارية لوحدها في رحلة طويلة تمتد لأزيد من 6000 كيلومتر. كان خصني ضروري ديما نعيط على شي حد يجي يهزني الموطور يخرجوا ليا برا باش نمشي ندرب ندير التدريبات ديالي. دونك هاد الندوة درناها بتعريف بالحدث ديال طواف المغرب اللي غادي يكون إن شاء الله يوم 18 فبراير، منطلقين من المحمدية اتجاه الصحراء المغربية تحديدا مدينه الكركرات، وغادي يرجعوا من المنطقه الشرقيه ديال المملكه. الطواف الهدف منه هو ابراز القدرات ديال المراه المغربيه والقدره ديالها على التحمل، كذلك نبينوا النساء ان بالرغم من المسؤوليات اليوميه اللي عندهم راه ممكن انهم يمارسوا الهوايات ديالهم ويمارسوا حتى هما الرياضات اللي بغاو، وهو ابراز هو خصوصا التفاته المراه في العالم القروي. هي ماشي مغامره الصراحه بحكم التجربه، وانني ديجا درت طوافات اللي ما كانوش بطبيعه الحال في عندهم تغطيه صحفيه، اللي ما حضوش بواحد التغطيه صحفيه حيت ما كنتش كنعلن على الامر بالخصوص. دونك هذه ماشي تجربه جديده الحمد لله، ديجا درت طوافات اللي هما فيهم مسافات مهمه، واخر واحد كان في 2021 الطواف ديال 4000 كيلومتر. لي زوبستاكل اللي كيقدو يوقعوا في الطريق او المخاوف اللي كتكون عند الانسان الحمد لله تجاوزناها بحكم التجربه وبحكم سنين ديال سياقه الدراجه الناريه، وحتى حنا تيكون عندنا الطرق ديالنا كيفاش كنحميو ريوسنا في الطريق. رساله وهو النهوض بالوضعيه ديال المراه المغربيه، سواء المراه القرويه وكذلك المراه اللي في المدينه، حتى هي عندها ضغوطات وكتحمل مسؤوليات متعدده. اليوم كيشهد واحد الحدث رياضي سياحي جديد اللي كتقدمه وحده من لي موطار اللي عندنا في الكلوب ديال داتا سبايك. كيف كتعرفوا بانه هاد ليطاب هذا غادي يجتاز اكثر من 6000 كيلومتر عبر التراب الوطني شمالا جنوبا شرقا. اللي حنا كنتمنوا له ان شاء الله طواف موفق، وكنادي حنا غنكونوا معاها متبعينها في لي زيتاب ديالها في كل الامور، وقت ما كانت غتحتاجنا غتلقى الناس ديالنا في المناطق اللي غادي يستقبلوها ويشوفوا اي اشكال كان عندها ان شاء الله. حنايا على حسب الاكسبيريونس ديالنا والطواف اللي كنديروا ديال المغرب اللي كيكونوا اغلبيه كل فيه رجال، انه لا كونديسيون فيزيك، حيت ماشي شي حاجه اللي سهله، يعني خصها تكون عندك واحد الكونديسيون فيزيك. واخا كتبان لك انت 200 كيلومتر ولا 300 كيلومتر، ولكن الطريق راه كتختلف، التدريس كيختلفوا، الجو كيختلف، اي حاجه كتبغي تكون في صحه مزيانه وجيده ان شاء الله. يا خصو يكون عنده صبا ديال الموتور ديالو، لي بروتيج ديالو ديال الصدر ديال العنق، الجاكيطه ديالو، لي غون ديالو، الكاسك ديالو، باش يكون هو سايق فراحه مزيانه. كانوا طوافين واحد اخرين قبل ولكن المسافه اقل، شنو اللي كيميز الطواف؟